بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كنا نتفرجوا في المقابلة بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري، كانت مباراة في القمة على المنتخب المصري والجزائري، نقدر نقولوا كانت نهائي في المستوى بيناتهم، ونخلفوها إن شاء الله مع المغرب، وهذه تبقى مقابلة والفائز بصحته ونمصروها بصحتهم ثاني ونخلفوها ان شاء الله مع المغرب، ما كان حتى هاد ان شاء الله ما نكالمي وجهه وخلاص كما نقولوا، وبالتوفيق المنتخب الجزائري مع المغرب ان شاء الله، رابحين رابحين ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. بون السلام عليكم خاوتي، كيما شفتوا معنا اليوم المقابله تاع المنتخب الوطني. بون داروا مقابله في القمه، الشوط الاول كان لصالحنا المنتخب الجزائري، لكن الشوط الثاني ما ظهروش فيه بزاف اللاعبين تاعنا، ممكن الإرهاق، ممكن الكوتش ما تدخلش يعني في الوقت المناسب. نتمنى إن شاء الله توفيق إن شاء الله في المنتخب الوطني في المقابلة الجاية إن شاء الله في الربع النهائي أمام المنتخب المغربي. أولا نهني الفريق الوطني على هذا التأهل وعلى المباراة الكبيرة التي أداها، وكان فريمون كان في المستوى، وهذه هذا هو الديربي تاع شمال افريقيا، توجور يجيو لي ماتش طري سيري، وكما نقولوا حنا هناك بعض النقاط تاع الضعف خاصة في الشوط الثاني حيث شاهدنا تراجع الفريق الوطني، وهذا بربي ان شاء الله يكون نقطة يشوفها المدرب بيدرسها، خاصة أننا طحنا مع فريق ثاني من شمال افريقيا، وبربي ان شاء الله فيها خير، بربي ان شاء الله مع المغرب يكون اداء جيد وتحسن في الاداء في من جميع النواحي. بسم الله الرحمن الرحيم. لعبه الجزائر مليح ومع المغرب تاهل 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله الزيف لوين، مرحبا مرحبا بكم. تتفصوا لعبنا بون ماتش ان شاء الله، معليش يقلع كاين طرد دوزيام مي دغلي المغرب ان شاء الله بالك نربح، سون اكسبيريونس بور بوكرا ان شاء الله، مازال اسبوار واثي تري فيفا لالجيري. بون داروا بون ماتش ليكيب ناسيونال ان شاء الله يروحوا تور بعيد ان شاء الله. ماتش كيما تاع اليوم كان صعيب شويه وكان شويه ضغوطات هكذا، مي مليح ليكسبيريونس لونترينور مجيد بوكرا. ان شاء الله الماتش الجاي كونتر المغرب ان شاء الله يديروا ان كرون ماتش باهي، وان شاء الله يروحوا يبعدوا ان شاء الله في لاكوب هذه. 1 2 3 في فالاجيري تاع الجزائر.